يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعاء معين ليوم الجمعة؟ وإذا كان هناك دعاء نرجو إفادتنا فيه. لا أعلم دعاء معينا يوم الجمعة. نعم، الذي ورد أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، وكذلك مما يشرع يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. نعم.